هو انا بطبعي شخص عشري شويه، فلو عندي صاحب كويس ممكن اشاركه، مش فارقه معايا الربح بقى. لا ما شاركش صاحبي، لا انا ما بحبش الشراكه. الصحاب لما بيتشاركوا اوقات بيخسروا صداقات بعض جامد يعني، فاهم عليا؟ فغالبا الشغل لما يخش بين شراكه واصحاب بيبوظ العلاقه. صاحبي له مكانه وله قدر، ولكن وجود مثلا امور تجاريه وامور ماليه قد يشوبها بعض يعني مثلا الخلافات او كده، فنخسر حاجتين، يبقى خسرنا في التجاره لا قدر الله وخسرنا الصداقه. فمن الافضل الحفاظ على رابطه الصداقه طبعا، لانها اقوى بكثير من اي رابطه اخرى، عشان يعني الموضوع بالذات الشغل وكده ما ينفعش يكون معك حد عزيز عليك، لان طبيعي يحصل اختلافات، فمش هينفع عشان ما اخسروش لازم بيبقى بيحصل فيها خلاف. اشاركه، لا اشارك واحد صاحبي، لازم يكون احنا الاثنين عندنا نفس الشغف للحاجه عشان نكون بنكمل بعض. اه اشاركه، انا وصاحبي هيبقى خايفين على بعض، قلبنا على قلب بعض، نحاول ننجح الدنيا سوا، هبقى مأمن عليه. عشان صاحبي بيبقى فاهمني في يعني، اكيد كل حاجه مبنيه على الشغل ما بيننا، جربنا بعض قبل كده، اشتغلنا مع بعض قبل كده، تمام؟ فاكيد هتبقى الشراكه حاطين نقط على الحروف، فاهمين دماغ بعض، هننجح سوا مع بعض يعني.